بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنوضح لحضراتكم أسعار تكييفات ال جي. وفي حاليا شركة ال جي عاملة عرض كويس جدا من يوم 22 شوال لحد يوم 17 ذو القعدة، وده الموافق 1/5 لحد يوم 25/5، والعرض عبارة عن خصم 25% على الأجهزة الإنفرتر و15% على الأجهزة العادية. وأول نوع معانا وهو اسمه هيرو، وده سعر 1.5 حصان وما يعادل 1 طن، ده البارد فقط عامل 24500، أما البارد الساخن فسعره 26200 جنيه. أما قدرة 2.25 حصان أو ما يسمى بطن ونص، ده مفيش منه بارد فقط، اللي موجود منه بارد ساخن، وده سعره 36500. بالنسبة لل3 حصان وده برضو يعادل 2 طن، وده سعره 44600 جنيه. اما بالنسبة للاجهزة الانفرتر واول نوع معانا وهو الـ STD، وده 1.5 حصان البارد فقط عامل 30800، اما سعر البارد الساخن عامل 32500 جنيه، وال2.25 حصان سعر البارد فقط 44500، والبارد الساخن سعره 46300، اما ال3 حصان البارد فقط ده سعره 48100، والبارد الساخن 50300 جنيه. والنوع الثاني اللي معانا وهو اس بلس، وده سعر 1.5 حصان البارد فقط عامل 32500 جنيه، والبارد ساخن سعره 33900، وال2.25 حصان سعر البارد فقط 46500، والبارد ساخن 48200. وبالنسبة لل3 حصان البارد فقط ده سعره 50400، أما البارد ساخن فسعره 52600. والنوع الثالث اللي معانا وهو اسمه أرتكول، والارتكول كله بارد ساخن مفيش منه بارد فقط، وال1.5 عامل 38000، وال2.25 عامل 54800، وال3 حصان سعره 59000 جنيه. والنوع الاخير اللي معانا وهو اسمه بيج، وده بيكون لقدرة ال4 حصان وال5 حصان، والاثنين بيكونوا بارد ساخن، وسعر الاربعه 96000 وال5 حصان 99900 جنيه. ولكن قبل ما تشتري التكييف لازم تعرف الفرق كويس ما بين التكييف العادي والتكييف الانفرتر، وهل انت ايضا محتاج التكييف بارد فقط ولا بارد ساخن، وايضا لابد من تحديد القدرة المناسبة للمكان عنده. وكل الفيديوهات دي واكتر هتلاقيها في خانة الوصف وايضا موجودة في القناة. وبعد ما تشاهدها لو في عند حضراتكم اي استفسار اكتبهولنا في التعليقات تحت، وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش دعمك لنا باشتراكك في القناة والضغط على زر الاعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.